ده اسمه ايه؟ الشاطر اللي هيعرف الكلب ده اسمه ايه؟ وهيبقى هو ده فعلا اللي متابع حلقات جاد. نو ست اذر هاند جاد كم ستي ست. الكلب ده اسمه ايه؟ الكلب ده انا نزلته في حلقات قبل كده. داون داي بتهاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره باخد كلابي معايا لو حتى راكب طياره الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير انا يبقى كلابي عندي احسن من صندوق زخاير. ست جاد انت جاد انت نو انت جاد هند جاد نو ست اذر هند جاد ست ست جاد. احلى مساء عليكم يا جماعه، تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. طبعا ما تستغربوش في الكلب ده، الكلب ده ممكن تكونوا شفتوه قبل كده في حلقات، بس النهارده هنعمل لكم حاجه جميله خالص. الشاطر اللي يكتب لنا في كومنت الكلب ده اسمه ايه؟ الكلب ده انا نزلته في حلقات قبل كده تمام، وصورته قبل كده في تدريبات لان الكلب ده متدرب عندنا. هو جاي لنا هنا المزرعه طبعا لسبب ان اصحابه عندهم ظروف خاصه تمام، فجابوه لنا هنا. مش هنقول اسم صاحبه لان لو قلت اسم صاحبه هتعرفوه، لو قلت اسم الكلب هتعرفوه. انا هنسيب الحته دي كده خانه مفتوحه لكل الناس الجمهور الجميل اللي معانا يكتب لنا في الكومنتات الكلب ده اسمه ايه، الشاطر اللي هيعرف الكلب ده اسمه ايه، وهيبقى هو ده فعلا اللي متابع حلقاتنا اول باول تمام. يلا كده نمشي بيه. الكلب ده طبعا احنا اشتغلنا بيه قبل كده ودربناه وتمام التمام وجاي الحمد لله ما فيهوش اي مشكله، بس هي المشكله هم عندهم ظروف وجابوا الكلب ده فتره اقامه، وفتره الاقامه دي انا متعمد ان انا ندخله تدريب معايا تاني. كان عنده مشكله اول ما جالي المره الاخيره ديت، كان عنده شعر طاير من ورا. الحمد لله انا طبعا سرحت له اهو وظبطت له الشعر خالص تمام، واختفت الحته اللي كانت منحوله في جسمه. جود بوي. مش عايز نقول اسمك الا نغلط ونقول اسمك. طبعا هو في قلش، انا كل يوم بنسرح له شويه اهو، ده شعري بيطلع. جود يلا بينا عشان نوري الناس هنا. طبعا الحته اللي مكان الكمامه دي هنسيبها دلوقتي. يلا بينا صاحبي صاحبي صاحبي. ست جود يلا بينا. لما بنمشي مؤدبين ها، ينفع تسيبني وتمشي؟ ينفع؟ يلا بينا جود. ست جود هند نو ست هند جود داون جود داي جود ستي كم جود يلا كم ست ست جود هند هند جود نو ست ست نو جود داون داي جود هوب. شايفين الصحوبية؟ الحمد لله ما فيش كلب بيرجع هنا تاني ينساني، يعني الكلب اللي بيتدرب معايا هنا بيرجع لي طبعا فاكرني كويس وفاكر صوتي كويس، وبيكون كمان المحبه زادت. يعني لما بيرجع يشوفني اول ما بيشوفني ويسمع صوتي لا بيلاقي حاجه غريبه تاني، يعني في ايه ده ابو نور اللي كنت عنده والكلام ده كله. طبعا الكلب ده من الكلاب المميزه اللي انا اشتغلت معاها،
الحمد لله دماغه جميلة جدا كمان في الشراسة. بسم الله ما شاء الله كان عنده مشكلة في الشراسة وحاولت ان انا اعدلها له برضو عشان بنسهل لكم الموضوع شوية. اتمنى كل الناس تكتب لنا في الكومنتات مين الكلب ده. تمام يلا بينا. نو كم جود نو كم ستي سيت داون داي داي سيت اب كم جاد كم نو كم ستي سيت سيت جاد هاند 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 جاد داو داي 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 جود ستي كم جود 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 نو كيس كيس جود كم هب نو هب نو جود كم كم جود كم ها ست داون داي ستي كم جود برافو جود 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 باي جود باي ستي 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 نو اوت ستي جود 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 باي جود باي ستي اوت اوت ستي سيت نو سيت داون جود باي داون ستي. اكتبوا لنا في كومنت مين الكلب ده. تحياتي لكم جميعا واحلى مسا عليكم ولادتكم زي العسل. وعلى فكره من الكلاب المميزه عندي في التعامل معاها من الكلاب اللي انا حبيته جدا ويمكن اتقنت معاها باسلوب جميل جدا. تحياتي للجميع واحلى مسا عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكابتن البارح في احلى المزارع هوم دوكس في ضمانهم رجوله ومجدع وسته مسمع اخونا الكبير ابو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا بنور حبيب الجمهور.